أنا فقط أود أن أسأل حضرتك، ولكن لا أقصد شيء، ولكن أود أن أقارن بينك وبين أشخاص آخرين. شهادتك من أين صادرة؟ شهادتك هل صدرت من جامعة بغداد أو إحدى الجامعات في العراق؟ حتى أقارن بين شهادتك وما يدور من حديث شعبي بأن شهادة وزير التعليم العالي صادرة من لبنان. الشهادات التي صدرت من لبنان، حتى نكون دقيقين وواقعيين في الوصف، آفة البيع والشراء انطلقت بالتمام في سنة 19 بعد أن تحول التعليم إلى تعليم إلكتروني إذ بانت الجائحة. اليوم ذكرتم قبل قليل أنه هل كل الشهادات هي شهادات غير صالحة؟ ليس بالدفاع عن شخص ولا الدفاع عن أحد، وإنما من باب الإنصاف أن نقول أن ليس كل الشهادات. اليوم أن نؤكد على إيجاد آلية لتدقيق كل تلك الشهادات هو المعيار المطلوب، وإلا 90,000 شهادة أين نحن ذاهبين؟ ذاهبين إلى أن نملأ الفراغ في جامعاتنا ومؤسساتنا الأكاديمية بشهادات يعني لا نمتلك معيارا لقبولها من رفضها. هنالك أيضا معيار آخر للتمييز بين هذه الشهادات، هو اللجوء إلى تعديل قانون الشهادات وتعادل الشهادات كي تكون هنالك أنواع من الشهادات، فليحصل من يحصل على شهادات من مؤسسات غير رصينة، لكن يجب أن لا تؤهله هذه الشهادة الغير رصينة أن يعبث بعقول أبنائنا، أن يمارس دور المعلم والمدرس وناقل المعرفة في الجامعة. هذا أمر مرفوض قطعا. طيب. مرفوض تماما أن نقارن بين شهادة وأخرى. يجب أن يكون لدينا محك، أن يكون لدينا تقييم. لا توجد أداة اليوم لتقييم الشهادات.